بهذا اخوان كما ترون حصلنا على لاعب شوتيم دابل بوستر مجانا من اول 100 كوينز في مقطعين هذا اخوان، وكما ترون في عنوان الفيديو جبت لكم افضل واقوى ترى ان شاء الله سوف تراها في يوتيوب لزياده حظوظك بنسبه تفوق 70%. سوف اقول ان تغرض حظوظ اسطوريه، شاهدت ان الكثير يحصلون بها على لاعب شو تيم دابل بوستر، لذلك قررت ان اعمل لكم هذا المقطع لانني اعلم ان الكثير سوف يلف في هذا الباكج لانه باكج يستحق الفتح بكل بساطه. يعني لدينا رودري بنسخات فورتريس تصل الى 106، وكذلك يعني فينيسيوس جونيور بليفل 105، نفس الشيء لجو بيلينغهام 105، يعني باكج اسطوري يا اخوان. المهم يا اخوان سوف ننتقل مباشره في خطوات ثغرتنا، وحينما اجمعنا 100 كوين سوف اشاركم في انستغرام اي لاعب حصلت عليه من هذه الثغره ومن هذا الباكج، ولو ان احصل على لاعب ثلاث نجوم فسوف اشاركم اياه. المهم يا اخوان سوف ننتقل مباشره في اول خطوه، ركزوا معي يا اخي، الدخول عند هذا اللاعب مره واحده، ثم يا اخوان ايميليانو مارتينيز مرتين، نفس الشيء عند داري كارفاخال، نفس الشيء عند اللاعب تشاكا. ثم اخوان سوف ننتقل مره واحده والاطلاع على احصائيات اللاعب هاكان تشالهانوغلو، نفس الشيء عند فيدريكو فارفيردي، ثم اخوان مرتين عند هاري كين هكذا. سوف ننتقل ثلاث مرات عند روبن دياز دون الاطلاع على احصائيته، ثم سوف ننتقل المره الاولى والاطلاع على احصائيات فينيسيوس جونيور، ثم المره الثانيه والاطلاع على احصائيته، ثم المرة الثالثة والإطلاع على إحصائيتها هكذا إخوان. ثم أربع مرات عند جود بيلينغهام، المرة الثانية ثم المرة الثالثة والرابعة. ثم إخوان سوف ننتقل عند رودري ثلاث مرات والإطلاع على إحصائيتها هكذا، المرة الثانية ثم المرة الثالثة هكذا إخوان. ثم مباشرة بعد تطبيقكم لكل هذه الخطوات ما عليكم سوى الرجوع واللف ب 100 كوينز او 300 كوينز، واكتبوا لي في التعليقات اللي حصلتم عليه من هذا الباكج.